السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد الفيديو من مغارة هرقل طنجة، صراحة واحد الأجواء يعني واعرة واعرة بزاف صراحة. ما دايراش، مشينا وحنا والعائلة، واحد الأجواء يا سلام يا سلام. ولكن تبارك الله الأجواء كيفاش نية مزحمة، الناس بالعرام كما كتشوفوا في الدخلة ديالها، الناس جاو من كل بلاد خصوصا البراني السياحة في طنجة اخوتي، يعني بزاف بزاف صراحة. الناس شوف العرام ديال الناس بعد المغارة صغيرة شوية، يعني تبارك الله ما شاء الله شحال الناس. وهاد الناس هادو اللي كتشوفو كاملين من خارج طنجة، كاين اللي يعني على برا اوروبا اللي كيجيو، وكاينين الناس ديال الداخل اللي كيجيو سياحة. لقينا واحد الزحام ما داير، ديما كتكون هاد المغارة كتكون باردة من الداخل ديالها حيتاش فيها الحجرة الداخل والماء وكل برودة فيها، ولكن هاد المرة مش الحرارة داخل ديالها عرقنا داخل ديالها. والسبب شناهو؟ هو الناس بزاف صراحة، يعني الناس جاو من كل بلاد كيجيو لهاد المغارة، وهي سياحية معروفة في أشقار، معروفة بزاف. وجينا جبنا العائلة ليلة، جاو لعنا مدينة الرباط، وجينا إن شاء الله دوزنا بهم واحد الوقيت في أشقار هنايا. صراحة شي أجواء خيالية كما كتشوفوا، تصوروا هذه هي الدرجات اللي كيهبطوا فيها، هذا الشيء ديال يعني المعالم التاريخية، وهاد الشلالات اللي فيها، وهاد هذا الزين اللي كتشوفوا اللي فيها يعني تقليدي طنجاوي يعني قديم عريق. تما هاد البلاصه هادي كيبيعوا فيها هادشي ديال شي حاجه، بغيت سوفونير هكا. وانتم كتشوفوا الاجواء ديال اخوتي كيفاش نية، يا سلام صراحه واحد الاجواء ما دايرهاش. شوف من الفوق كيفاش كتبان، كيفاش التصميم ديال هاد المغاره يعني ما دايرش. يا سلام يا سلام صراحه عجبتني بزاف، يعني ماشي اول خطره كنمشي ليها، يعني مشيت فايت مشيت ليلة وفايت عملت فيها فيديو، ولكن صراحة يعني زوينة بزاف المغارة. يعني اللي يجي لطنجة يعني ننصحو يمشي ليلة، يعني يدوز فيها وقيت مزيوان ويتصور فيها، فيها يعني في تصور فيها يعني بزاف الحوايج مزيونين فيها. الطيور كتبغي تصور معاهم، كاين اللي بغيت يعملو ديك المنديل يعني ديال الجبالة، ديك الترازة الشاشية، ما تما الناس كيتصورو، يعني ما لحقش بلاصتك حتى مع ديك البلاصه ديال التصوير. كما كتشوفوا الناس تبارك الله كيجيو من كل بلاد يعني لهاد المغاره، صراحه معروفه هي بزاف طنجة. والدخله ليلة اخوتي 5 دراهم الواحد، ومقال 5 سنين الدراري قال 5 سنين ما يخلصوش. كما كتشوفوا الاجواء هي دايره واعره صراحه، جوزنا واحد الوقيته واعره فيها، وزنا فيها واحد نص ساعة المكانة، يعني يا سلام يا سلام. فيها البلايص فيها تصور، هادي دابا الخرجة ديالها خرجنا منها، ودابا قبلنا الطريق لكاسبارتيل. كنا بالسيارة قلنا الطريق لكاسبارتيل، هانتوما هادي الطريق ديالها شقار. الأجواء كتني واعرة يا خوتي صراحة، تمنيتها لأي واحد أي مشاهد يعني يجي لطنجة ويجي لهاد الأشقار، يعني يزور هنا كاسبارتيل ويزور هاد مغارة هرقل. دابا حنايا ماشي لكاسبارتيل، كاين حدا ديك الريزو اللي كيبان تما كاين كاسبارتيل، المنار كاسبارتيل اخوتي، واحد المنار زوين تا هو. وكاين واحد البلاصة يعني مجاني كتدخل ليه واحد الساحة، ومن الساحة الداخل الدخول كاين واحد الدخلة ب20 درهم، فيها هاديك ال20 درهم كتدخل يعني متحف، وفيها تصور تما. المهم هذيك عود، انا ما نقدرش نعمل لكم جوج فيديوهات فيديو واحد، انا اجي طول الفيديو بزاف. استناو فيديو ان شاء الله من نور هذاين، غنلوح لكم الفيديو ديال كاسبارتيل ما شاء الله فوق الخيال، ديك الشيء راقي بزاف، راقي راقي كما كتعرفوا كما كتسمعوا بمعنى الكلمه. اشتركوا في القناه وخليوا لي واحد لايك، الله يجزيكم بخير. انا نلوح لكم ان شاء الله الفيديو ديال كاسبارتيل ما شاء الله، واحد الاجواء
يعني عوض في قمة الخيال، في قمة الخيال كما كتعرفوا. اللي سبق له زار كاسبارتيل راه كيعرف كاسبارتيل كي عامله. انتما كتشوفوا اختي الباركين كاين الداخل، هذا الكار هنا الحمار هذا كي هذا الكار هذا كيركبوا فيه ب 80 درهم من المدينه، اللي بغى يجي فيه نهار كامل التيكيتا فيها 48 ساعه 80 درهم. الطاكسيات كاين هنايا، يعني هنا المركوب يعني ما تخممش، دخلنا لداخل غنبراكيو الطوموبيل وانا ندخلوا لكاسبارتيل. وان شاء الله يا ربي يخليكم معنا الفيديو الجاي ان شاء الله. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات المجانيه ان شاء الله. يوصلكم الفيديو ديال كاسبارتيل، الفيديو تا هو كما قلت لكم اخوتي واعر بزاف.